انتظر سيادتك، اتفضل. كابتن سيف، اولا انا بشكرك على التوضيح، لكن انا عايز اقول لحضرتك ان انا طبعا انت عارف ان انا في الاقصر حاليا دلوقتي، تمام. بس طبعا امبارح اللي حصل على الهوا، يعني انا اللي شفته على الهوا اللي حصل ما يرضيش اي حد، يعني في التصرف سواء من الوضع القائم النهارده، يبقى فيه تصريحين في نفس اللحظه، تصريح ان احنا عندنا موافقه، وتصريح في نفس اللحظه تصريح ما فيش موافقه، وفي نفس الوقت يطلع رئيس لجنه المسابقات اللي هو مفروض ان هو تم اختياره من معرفه لجنه الانديه، ويطلع ويقول ان انا مستقيل بدون رجوع لاي حد. طبعا كل الكلام ده كله انا بعتبره كلام ده كله تخبيط في البدايه. انما احنا عشان نوضح برضو للناس، احنا قلنا ان اتحاد الكوره طالما لجنه الانديه عايزه تدير المسابقه، اهلا وسهلا بيها وتدير المسابقه ويديروها، وهم اللي يبقوا مسؤولين من الالف للياء في كل شيء. فالنهارده كنا قاعدين مع الكابتن مع الدكتور كمال درويش من مده كام يوم، وقلنا احنا كنا في اجتماع لجنه البث، واحنا بنتكلم فبنتكلم على اساس المنتج، فقلت له ما احنا جايين نتكلم النهارده في منتج، وانت كنت حاضر معايا كابتن سيف برضه بصفتك عضو مجلس اداره موجود، قلنا بنتكلم في منتج، المنتج مش موجود دلوقتي عشان نعرضه للبيع، لابد ان احنا الاول ناخد الخطوه الايجابيه كلجنه انديه، تحددوا لنا ميعاد بدايه الدوري امتى عشان لما نطلع كراسه بتاعه البث يبقى عندنا موقف احنا واضح قدام اللي جاي يعرض السعر بتاعه مقابل المنتج اللي عندنا. تمام. فالكل قال امين، وتحدد ميعاد مع السيد وزير الرياضه في نفس القعده احنا قاعدين، ان يوم الاحد، كنا احنا قاعدين يوم الخميس، ان هو يوم الاحد هيبقى اللقاء بينهم موجود في الوزاره. يوم الاحد طلعوا كلهم بما فيهم الاعضاء كلهم، وقالوا ان احنا خدنا خلاص موافقه من السيد وزير الرياضه ان احنا هنبدا الدوري يوم 26، وقال خلاص انا عندي موافقه صريحه. خلاص يبقى الشغل كده مظبوط، وهنبدا نسوق بقى ونطلع الكراسه اللي احنا عرضناها، وعندي ان انا انطباع خلاص هنبدا يبقى الاجتماع اللي جاي للجنه البث وتحديد بقى السعر اللي احنا هنسعره، وهنعرض الكراسه الشروط للتسويق. فوجئت امبارح طبعا في قرارين مختلفين، دي واحده. الحاجه الثانيه الاستقاله، الكلام ده احنا ما ينفعش عندنا، واذا كان احنا اتحاد الكوره بنقول ان لجنه الانديه هي اللي تدير، فمعنى كده ان في الاخر كله بينصب على اتحاد الكوره، يعني حتى الناس اللي من بره ما بتعرفش القرار جاي منين، يقول لك اتحاد الكوره هو اللي بيخبط، احنا ما بنخبطش. احنا يوم الخميس اللي جاي هيبقى في عندي مؤتمر رسمي كده صحفي كامل، وانا دعيت بلغت النهارده العميد ثروت على ان يبقى يوم الخميس في مؤتمر صحفي في الاتحاد، هنوضح فيه كل النقاط دي كلها اللي حصلت في الفتره اللي فاتت، واحنا هل هيبقى عندنا دوري ولا لا، لان احنا خلاص تعبت، يعني تعبنا كاتحاد كوره. ما ينفعش الكوره النشاط الوحيد في الدوله اللي هو ما حدش عارف ينفذه، او ما ينفعش القرار الوحيد اللي مش حد ما حدش عارف ياخد فيه قرار، ما ينفعش، لابد يبقى فيه قرار واضح، يا يا لا، والكل يتبع التبعيات بتاعته الداخليه والخارجيه، يا يا لا، ويبقى فيه اتبع في هتبقى فيه تبعيات هتبقى من الخارج وتبعيات هتبقى من الداخل. احنا النهارده في عندنا 6 مليون شخص لاعب، سواء لاعب او مدرب او او او, أو. ده بخلاف ان كرة القدم او الدوري بتاع كرة القدم بيشغل مجموعة كبيرة جدا وراها، يعني في جرار كبير ورا مسابقة الدوري، فما ينفعش النهارده ان احنا الدولة مش عارفة تقول قرار. فيوم الخميس لابد ان احنا هيبقى في اعلام صحفي هنوضح كل التفاصيل دي، وهيبقى الاتحاد الكورة اكيد هياخد في موقف الفترة اللي جاية. رأي حضرتك ايه في استقالة استاذ مازن مرزوق؟ انا عن نفسي كرئيس اتحاد، اذا كان هو قالها وما قدمهاش نفس الشروط اللي هي عملتها لجنه الانديه وقبلوا استقاله على الهوا، ما يطلع دلوقتي كمال بيه درويش ويعلن قبولها ويختاروا حد ثاني غيره، لابد ان يبقى في اتجاه، لابد يبقى في وضع على طول. ما ينفعش كمان ان انا اخد قرار فردي من غير ما ارجع للجنه الانديه او للاتحاد. هي يعني احنا بنزود البلبله
ولجنه الانديه لو فعلا برضه انا بقولها دلوقتي، لان هم كلهم ناس محترمين وقادرين ان هم يديروا المسابقه، لو ما عندهمش استعداد برضه او لسه مش جاهزين لاداره المسابقه يسيبوها للاتحاد. طب حضرتك عندك احساس ان في قرعه ان شاء الله الخميس ولا لا؟ هم حددوا لغايه الخميس. احنا عندنا مؤتمر صحفي يوم الخميس. لو ما اعلنوش يبقى احنا لينا وضع ثاني. تمام. استاذ جمال بتمنى لحضرتك كل التوفيق وبشكرك شكرا جزيلا. واضح ان